بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومهمة جدا بعنوان القدس في الكتاب المقدس هيا نعرف من أول ما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتكلم عن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس بدلا من تل أبيب وهناك ثورة عارمة في أوساط الشعب العربي والإسلامي في كل العالم. عشان كده أنا بقدم هذه الرسالة في هذا اللقاء إلى المسؤولين عن أزمة القدس أولهم مثلا الرئيس عباس أبو مازن رئيس الشعب الفلسطيني أو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أو فضيلة الشيخ أحمد طيب شيخ مشيخة الأزهر أو للبابا تودروس رئيس الكنيسة الروسية في مصر وإلى البابا فرانسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العالم أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان المسؤولين يتكلموا عن حقيقه القدس كما جاءت في التاريخ الصحيح المذكور في الكتاب المقدس وانا هقدم عرض تاريخي لكل ما ذكر عن مدينه القدس او مدينه اورشليم كما هي مذكوره في الكتاب المقدس وهنمشي بيها بالتسلسل التاريخي واحده واحده نبتدي مثلا القدس في عصر أبونا إبراهيم دي أول مرة ذكر فيها في الكتاب المقدس عن أورشليم القدس كان موجود في سفر التكوين اللي هو الكتاب الأول للتوراة في أصحاح 14 خلينا نستمع إلى هذا النص الذي جاء في عدد 18 و19 فضل وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه وقال مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض القصة يمكن مش معروفة لدى لكن ممكن نقراها في تكوين 14 كان في مدن أو ممالك صغيرة في هذه المنطقة حصلت حرب بين اربع ملوك وخمس ملوك قاموا على بعض المهم عملوا مشروع حرب كبيره قوي وضربوا بعض المهم في الاخر اخذوا من سادوم لوط ابن اخو ابرام وعائلته طبعا ابرام لما سمع جري وراهم وعمل معاهم حرب واسترجع كل ما اخذوه وخصوصا لوط وعائلته وهو راجع من هذه الحرب قبله ملكي صادق اللي هو مش مذكور عنه كتير غير في سفر التكوين أصحاح 14 لكن كمان مذكور في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح السابع خلينا نسمع ما جاء في هذه الرسالة لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه الذي قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء المترجم اولا ملك البر ثم ايضا ملك سليم اي ملك السلام بلا اب بلا ام بلا نسب لا بداءه ايام له ولا نهايه حياه بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا إلى الأبد يعني بعض الناس مش قادرين يدوا تفسير نهائي لملك صادق لأن هي شخصية عجيبة جدا ظهرت في وقت غير عادي وما كذبش عنها الكثير فبعض الناس قالوا هو مش معروف بلا أب بلا أم بلا نسب يعني مش معروف مين عيلته هو كان ملك سليم دي أول مرة يذكر عن مدينة أورشليم أو القدس في هذا الشاهد في تكوين 14 إن هذا الملك كان كاهنا وهو اللي راح استقبل إبراهيم بعد رجوعه من هذه المعركة إبراهيم قدم لي العشر عشان كده بنعتبر إن كهنوت ملكي صادق أفضل أو أقيم أو أروع من كهنوت لاوي اللي جه بعد كده من نسل يعقوب وأولاده ال 12 كان منهم سبط اسمه سبط لاوي أو سبط الكهنوت. المهم مين هو ملكي صادق؟ البعض بيقول إن هو ده إشارة للمسيح الكاهن، المسيح كان ليه عدة رتب ووظائف منهم إن هو كان رئيس الكهنة فبيقولوا إن ملكي صادق كان إشارة للمسيح ككاهن أو رئيس كهنة لأنه من كهنوت مختلف عن ما هو في سبط لاوي اللي هو سبط الكهنوت واللي فيه هارون كان رئيس للكهنة في الوقت ده فهنا ملكي صادق هو اللي بيعتبر إشارة لكهنوت المسيح وهو مش من سبط لاوي ويبدو ان هو كان شخصيه باره عشان كده بيقول عنه ملك البر يعني شخص عايش بتقوى وبقداسه ملك سليم اي ملك السلام وعشان كده بنسمي مدينه اورشليم هي مدينه السلام رغم أنها هي لم تنعم بالسلام خلال التاريخ وبلا اب بلا ام بلا نسب مشبه بابن الله الذي يبقى كاهنا الى الابد بمعنى ان المسيح كهنوته كهنوت أبدي على رتبة ملكي صادق اللي هو خارج كهنوت لاوي عشان ملكي صادق كان بيقدم خبز وخمر ولاوي كان بيقدم ذبايح دموية لكن جه المسيح بكهنوت آخر مختلف على رتبة ملكي صادق لكن المهم في القصة كلها إن دي أول إشارة في الكتاب المقدس سفر التكوين عن أورشليم أو ساليم أو ملك صادق اللي هو كان ملك لهذه المدينة اللي تعتبر قديمة تقريبا كان الكلام ده في 2100 قبل الميلاد يعني 4000 وشوية من الأيام اللي احنا بنتكلم فيها في عصرنا طيب الخطوة التانية أنا أخدكم بسرعة للقدس في عصر يشوع اللي هو تلميذ النبي موسى ده اللي كان تلميذه وهنشوف إيه اللي حصل في عصر يشوع وفي سفر يشوع أصحاح عشرة نستمع إلى هذه الآيات فأرسل أدوني صادق ملك أورشليم إلى هوهام ملك حبرون وفرآم ملك يرموت ويافيع ملك لاخيش ودابير ملك عجلون يقول يعني دي برضو إشارة تانية في سفر يشوع على ان كان في ملك تاني اسمه ملكي اسمه ادوني صادق لان عندهم واحد تاني في الاصح الاول اسمه ادوني بازق لكن ده ادوني صادق ملك اورشليم الاول ملكي صادق وده ادوني صادق يمكن من نفس القبيله او حاجه تانية لكن على الاقل ده كان ملك لاورشليم في زمن يشوع خلينا نشوف ايه اللي حصل في اصحاح 13 من سفر يشوع هيذكر لنا احداث مهمه ومناطق مختلفه ما بين اليهود واليابوسيين لاول مره اتفضل وشاخ يشوع تقدم في الايام فقال له الرب انت قد شخت تقدمت في الايام وقد بقيت ارض كثيره جدا للامتلاء هذه هي الارض الباقيه كل دائره الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشيحور الذي هو امام مصر الى تخم عقرون شمالا تحسب للكنعانيين اقطاب الفلسطينيين الخمسه الغزي والاشدودي والاشقلوني والجتي والعقروني والعويين من التيمن كل ارض الكنعانيين ومغاره التي للصيدونيين الى افيق الى تخم الاموريين وارض الجبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون الى مدخل حماه جميع سكان الجبل من لبنان الى مصرفوت مايم جميع الصيدونيين أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل إنما أقسمها بالقرعة لإسرائيل ملكا كما أمرته يعني ده نص مهم جدا بيتكلم عن الأحداث في آخر أيام يشوع اللي هو القائد اللي كان مسؤول عن بني إسرائيل بعد النبي موسى ويوضح هنا أن الفلسطينيين كان ليهم خمس مدن بس برضو عايز أذكركم بما قلت سابقا أن الفلسطينيين المذكورين في العهد القديم مش هم الفلسطينيين الموجودين حاليا ولا ليهم علاقة بالعرب عموما لكن الفلسطينيين دولت من جزيرة كريت في البحر المتوسط ونزحوا واخذوا المنطقة على الساحل اللي احنا بنسميهم سكان كنعان في كل هذه المنطقة لكن عموما احنا هنيجي للعرب في فلسطين بعد شوية لكن كمان في شاهد مهم في يشوع أصحاح 15 وعدد 8 وصعد التخم في وادي ابن هنوم إلى جانب اليابوسي من الجنوب هي أورشليم وصعد التخم إلى رأس الجبل الذي قبالة وادي هنوم غربا الذي هو في طرف وادي الرفائيين شمالا أنا بستعرض معكم وبسرعة كل ما ذكر عن اورشليم القدس بس هنا كمان بيسميها اسم تاني يابوس وبيتكلم عن اليابوسيين لو احنا درسنا عنهم هنلاقيهم ليهم فرع او اصل من الكنعانيين او من العرب ده كان يعني حدث جديد مهم بيذكر هنا عن اليابوسيين هنسمع كلمه اليابوسيين اكتر في الايات الجايه لو نشوف في نفس الاصحاح من يشوع 15 عدد 63 وأما اليابوسيون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم فسكن اليابوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم هذا اليوم المقصود به اليوم اللي كتب فيه سفر يشوع في سنة حوالي 1500 قبل الميلاد لكن مش هذا اليوم يقصد به النهاردة يعني لكن على الأقل بنسمع دلوقتي أكتر عن اليابوسيين اللي أنا بدرس عنهم أكتر وأقدم دراسة خاصة عن اليابوسيين في المستقبل إن هم ليهم فرع أو ليهم علاقة بالعرب فهنا دلوقتي اليابوسيون الساكنون في أورشليم يشوع وبني إسرائيل أخذوا أورشليم لكن كان في جزء ارجو ان احنا ننتبه للكلام ده كان في جزء ساكن فيه اليابسيون ولم يقدر بني اسرائيل ان هم بني يهوذا خصوصا لان يهوذا وبنيامين كانت واخده اورشليم ما قدروش يطلعوهم الى هذا اليوم اللي كتب فيه او النبي موسى سجل هذه الحقيقه في سفر يشوع 1500 سنه قبل الميلاد. طب ننتقل لعصر اخر اللي هو بس قبل ما اقول العصر الاخر نفسي اسمعكم ايه غريبه جدا في القران لما بتتكلم احنا هنا بنتكلم سفر يشوع كله بيتكلم ان ربنا قال لبني اسرائيل روحوا خدوا الارض اللي هي ارض كنعان وقسموها على الاسباط ال 12 الغريب ان القران او ايات القران بتؤكد هذه الحقيقه ان الله قال لموسى ويشوع خدوا الارض لبني اسرائيل وقسموها، والله صاحب كل الارض، من حقه يدي جزء من الارض دي للناس دولت لسبب ان هو وعد ابونا ابراهيم في تكوين 12 ان هو هيدي له هذه الارض، خلينا نسمع الايات القرانيه اللي بتؤكد ما سمعناه في سفر يشوع يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على يعني مفاجاه غير عاديه بالنسبه لي كمسيحي ان انا اجد اللي مكتوب في سفر يشوع كله او من لحظه خروج بني اسرائيل في سفر الخروج اصحاح 12 واستمرارا لسفر يشوع ودخول الارض ده ملخص موجود في سوره المائده من 20 حتى هي اكتر من كده لحد 26 والقوم اليهود بيقولوا لا احنا مش هنقدر نخشها عشان فيها قوم كبار وعمالقه وده برضو مذكور في سفر يشوع ان الشعب تذمروا على موسى وعلى يشوع وقالوا احنا مش داخلين الارض دي ما نقدرش عليها خصوصا لما بعت 12 من الجواسيس رجعوا 10 قالوا احنا مش هنقدر على الارض دي لان السكان اللي فيها عمالقه جدا لكن في اثنين زي برضو ما هو بياكد في القران قال رجلان في عدد 23 من الذين يخافون انعم الله عليهما ان هم ما عندهمش خوف كلب ويشوع قالوا احنا هنخش الارض دي يبقى اذا العجيب الغريب ان ايات القران بتؤكد ان الارض دي ربنا اعطاها لليهود لبني اسرائيل وهو اللي عطاها لهم والقران بيؤكد ان هو اعطاهم هذه الارض دي نقطه عجيبه جدا عايز اخواتنا المسلمين يفكروا فيها ان الارض دي ربنا عطاها لهم وان القران موافق على هذا النص او هذا الفكر او هذا التعليم الموجود في سفر الخروج سفر يشوع ان ياخدوا الارض دي. خلينا نشوف المرحله الثانيه بعد موت يشوع في مرحله في التاريخ اليهودي او بني اسرائيل اسمها مرحله القضاه، مجموعه من القضاه. ايه مذكور عن اورشليم في عصر القضاه؟ خلينا نشوف قضاه واحد عدد ثمانيه وعدد واحد وحارب بنو يهوذا أورشليم وأخذوها وضربوها بحد السيف وأشعلوا المدينة بالنار وبنو بنيامين لم يطردوا اليابوسيين سكان أورشليم فسكن اليابوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم وبرضه بيستخدم نفس التعبير هذا اليوم يعني أيام سفر القضاء عاش بني اسرائيل من يهوذا وبنيامين في اورشليم ومعهم اليابوسيين او اليابوسيون في نفس المنطقه حتى عصر القضاه. خلينا نشوف مقطع ثاني في قضاه اثنين من عدد 20 ل 23 فحمي غضب الرب على اسرائيل وقال من اجل ان هذا الشعب قد تعدوا عهديه الذي اوصيت به اباءهم ولم يسمعوا لصوتي فانا ايضا لا اعود اطرد انسانا من امامهم من الامم الذين تركهم يشوع عند موته لكي امتحن بهم اسرائيل ايحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها اباؤهم ام لا فترك الرب اولئك الامم ولم يطردهم سريعا ولم يدفعهم بيد يشوع. اذا ده تاريخ موثق ان كان في امم اخرين موجودين مع بني اسرائيل في اورشليم وان ربنا ما طردهمش لان بني اسرائيل كانوا مش ماشيين مع ربنا في طريق مستقيم. فاعتبر ده عقاب ان هو يسيب الامم دولت في وسطيهم حتى يعرفوا احتياجهم لربنا ويرجعوا اليه. خلينا نشوف اخر مقطع في سفر القضاه واصحاح 19 خلينا نشوف النص من 10 ل 12 ونشوف ايه اخر اخبار سفر القضاه. فلم يرد الرجل ان يبيت بل قام وذهب وجاء الى مقابل يبوس هي اورشليم. ومعه حماران مشدودان وسريته معه وفيما هم عند يابوس والنهار قد انحدر جدا قال الغلام لسيده تعال نميل الى مدينه اليابوسيين هذه ونبيت فيها فقال له سيده لا نميل الى مدينه غريبه حيث ليس احد من بني اسرائيل هنا نعبر الى جبعه يعني القصة دي طويلة بس فيها واحد من بني إسرائيل كان رايح إلى منطقة بعيدة وقالوا له يعني الليل ليل تعالى بيت في هذه المدينة قالوا لهم لا احنا بيتش مدينة غريبة تعالوا نروح ليابوس اللي هي أورشليم يعني عايز أربط الاسمين مع بعض عشان النهاردة في التاريخ احنا مش فاهمين الأحداث ومش عارفين الحقيقة لكن احنا بنحاول نستعرض كل ما ذكر عن مدينة أورشليم أو القدس في الكتاب المقدس وان هذا الرجل رفض ان هو يبيت في المكان ده لكن ذهب الى اورشليم حصلت مشكله كبيره وتسببت في حرب رهيبه مع بني اسرائيل وسط بنيامين لكن مش دي قضيتنا لكن على الاقل ان هو كان مذكور كلمه يابوس واورشليم في هذا النص في سفر القضاء انا مش هقدر استعرض كل حاجه يعني مش ذات اهميه لكن هنتقل لمرحله ثانيه مهمه اللي هي مرحلة النبي أو الملك داود النبي أو الملك داود يعتبر من أعظم ملوك بني إسرائيل في التاريخ وهو عمل يعني يعني بلد كبيرة أو دولة كبيرة أو يعني استولى على كل أورشليم في الوقت ده وهنشوف اتعمل ازاي مع اليابوسيين في عصره ان ده بيسموه العصر الذهبي لبني اسرائيل هو كان في ألف سنة قبل ميلاد المسيح لكن في هذا العصر يعتبر من أعظم عصور بني إسرائيل في التاريخ مع ابن سليمان هنتكلم عنه بعد كده لكن نشوف إيه اللي ذكر عن الملك والنبي داود في سفر صموئيل الثاني وأصحاح خمسة ومن عدد خمسة لعدد تسعة وذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليابوسيين سكان الأرض فكلموا داود قائلين لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العميان والعرج أي لا يدخل داود إلى هنا وأخذ داود حصن صهيون هي مدينة داود وقال داود في ذلك اليوم إن الذي يضرب اليابوسيين ويبلغ الى القناه والعرج والعمي المبغضين من نفس داود لذلك يقولون لا يدخل البيت اعمى او اعرج واقام داود في الحصن وسماه مدينه داود وبنى داود مستديرا من القلعه فداخلا يعني ده نص في غايه الاهميه بيحكي فيه عن عصر الملك داود وبيذكر فيه بكل صراحه وذهب الملك ورجاله الى اورشليم الى اليابوسيين سكان الارض فده شيء مهم جدا لما نشوف يابوس وايه موقعها من كل اورشليم بيقول فيه ان اليابوسيين كانوا سكان الارض في هذا الوقت وبعدين حصل حرب بين داود ورجال داود مع اليابوسيين وداود قعد في مدينة صهيون اللي هي سماها مدينة داود يعني إذا في مدينة داود في أورشليم اللي هي المكان الكبير كله أو العاصمة الكبيرة وفي اليابوسيين الموجودين سكان الأرض طيب بس كمان في شاهد تاني في صموئيل الثاني أصحاح 24 ومن عدد 15 ل 25 خلينا نتابع هذا النص مع بعضينا. فجعل الرب وبأ في اسرائيل من الصباح الى الميعاد فمات من الشعب من دان الى بئر سبع سبعون الف رجل وبسط الملاك يده على اورشليم ليهلكها فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى. الآن رد يدك وكان ملاك الرب عند بيضر أرون اليبوسي فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال ها أنا أخطأت وأنا أذنبت وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي فجاء جاد في ذلك اليوم إلى داود وقال له اصعد وأقم للرب مذبحا في بيضر أرون اليبوسي فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب فتطلع أرون ورأى الملك وعبيده يقبلون إليه فخرج أرون وسجد للملك على وجهه إلى الأرض وقال أرون لماذا جاء سيد الملك إلى عبده فقال داود لأشتري منك البيدر لكي أبني مذبحا للرب فتكف الضربة عن الشعب فقال أرونة لداود فليأخذه سيد الملك ويصعد ما يحسن في عينيه انظر البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البقر حطبا الكل دفعه أرونة المالك إلى الملك وقال أرونة للملك الرب إلهك يرضى عنك فقال الملك لأرونة لا بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية فاشترى داود البيضرة والبقرة بخمسين شاقلا من الفضة وبنى داود هناك مذبحا للرب واصعد محرقات وذبائح سلامه واستجاب الرب من اجل الارض فكفت الضربه عن اسرائيل هي انا مش بستعرض القصص نفسها او الاحداث اللي حصلت قد ما انا بركز على النصوص اللي بتتكلم عن اورشليم او عن اليابوسيين او عن علاقه الاثنين مع بعض فمتاسف لو انتم عايزين تعرفوا القصه ارجعوا لسفر صموئيل الثاني وصاح 23 و24 عشان تفهموا ان داود قرر ان هو يعد الشعب يعمل تعداد عشان يفتكر ب يعني يفتخر بعظمته ويكون بيمتلئ كبرياء عشان كده جه غضب من ربنا عليه وعلى الشعب لكن يعني القصه مش مهمه عندي النهارده قد ما مهمه عندي الاحداث فالملاك الموليك وقف عند مكان اسمه بيدر اليابوسي يبقى اذا اليابوسيين موجودين في اورشليم في وقت النبي والملك داود اللي هو كان في اعظم الدوله اليهوديه او الاسرائيليه وارونا اليابوسي كان ليه صداقه مع داود فلما وقف الملك في هذا المكان فاعتبر داود ان دي اشاره ان هذا المكان يبقى مبارك فقال ايه انا هشتري المنطقه دي وابني عليها الهيكل اللي احنا بنسميه بعد كده هيكل سليمان واحنا دلوقتي هنتكلم بعد شويه عن ما جاء في عهد سليمان لكن على الاقل اللي عمله الملك داود ما خدش الارض عنوه ما خدهاش بالقوه ولا بالسلطه لان هو كان الملك في هذا الزمان وكان من اكبر ملوك الارض في هذا الزمان لكن النص هنا رائع جدا بيقول لارونا اليابوسي انا هشتري منك الارض واضح ان ارون اليابوسي كان شخص محترم جدا فقال له انت الملك وانا زي عبدك وانت ما يصحش تيجي لحد عندي كنت قلت لي المهم حوار رائع جدا عشان كده انا حبيت تسمعوا النص كله عشان تشوفوا هذه العلاقه بين العرب القدامى وبين بني اسرائيل القدامى كانت علاقه موده وسلام ومحبه وعلاقه محترمه كمان نشوف ادي الملك داود اللي هو من اقوى الملوك واكبرهم ما خدش الارض كده بالقوه او بالاستيلاء عليها لكن قرر ان هو يشتريها ويدفع ثمنها وارون اليابوسي الراجل وافق ان هو يديله الارض وياخد هذا الثمن ارونا باع الارض للملك داود الملك داود دفع ثمن هذه الارض في هذه الارض أقام الملك سليمان الهيكل الأول اللي احنا بنسميه هيكل سليمان والأخطر جزء منه أقام اليهود المسلمين بعد كده بمئات السنين المسجد الأقصى في نفس المكان دي اللي عامل المشكلة لكن احنا نمشي مع التاريخ واحدة واحدة عشان نشوف الحقيقة المسجلة اللي ملاش علاقة بالسياسة احنا مش بنلعب سياسة وفي هذا اللقاء انا ماليش علاقه بالسياسه ولا لي علاقه مع اليهود ولا مع المسلمين ولا مع المسيحيين انا بسجل في هذا اللقاء تقرير كتابي عن ما ذكروا الكتاب المقدس عن تاريخ اورشليم من البداية لما ظهر ملك صادق ملك أورشليم أو ملك سليم أول إشارة في تكوين 14 إحنا دلوقتي وصلنا لصموئيل الثاني في نهاية عصر الملك داود بعد ما مات داود الملك سليمان ابنه هو اللي تولى المسؤولية وده برضه يعتبر أعظم وأفخر وأكبر عصر ذهبي لبني اسرائيل في التاريخ اللي بعد كده المملكه دي مملكه سليمان هتنقسم ابنه هياخد جزء وواحد تاني هياخد 11 جزء او 10 اجزاء لكن المهم ان ده الوقت الذهبي لبني اسرائيل في التاريخ بتاعهم انا بقرا معاكم مما جاء في كتب التوراه والانبياء وكتب التاريخ اليهودي اللي هو الكتاب المقدس او العهد القديم بمعنى اصح خلينا نشوف في اورشليم في عهد الملك سليمان ونروح لملوك الاولى اصحاح تسعه ومن عدد عشرين وواحد وعشرين جميع الشعب الباقين من الاموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليابوسيين الذين ليسوا من بني اسرائيل ابناؤهم الذين بقوا بعدهم في الارض الذين لم يقدر بنو اسرائيل ان يحرموهم جعل عليهم سليمان تسخير عبيد الى هذا اليوم. يعني اذا ده المذكور بعد بناء الهيكل وفاء افتتاح الهيكل في, في اصحاح 8 بيجي في اصحاح 9 بيؤكد او بيسجل مين من الامم كانوا موجودين مع بني اسرائيل في نفس المكان كل عمل الملك سليمان ان هو عمل عليهم ضرائب علشان يدفعوا هذه الضرائب لكن كمان في حاجه مهمه قبل ما اعدي من ملوك الاولى تسعة بقول لكم ازاي الملك سليمان اللي هو بنى الهيكل في عصره الله قال له وسجل في هذا السفر وهذا الاصحاح ان هيجي يوم هذا الهيكل او هذا البيت هيخرب. حاجه غريبه جدا. يعني الخراب اللي حصل للهيكل مسجل كنبوه في هذا الاصحاح اللي فيه بيتكلم في اوله عن امجاده اصحاح ثمانيه من ملوك الاول بيتكلم عن افتتاح الهيكل وازاي كان حاجه عظيمه جدا جدا وايه الذبائح اللي قدموها حاجه رهيبه لو تقروها حاجه جميله جدا في سفر الملوك الاول. لكن في نفس النص يذكر حاجة مهمة جدا لو أنتوا بعدتوا عن ربنا في أمور كتيرة هتحدث ليكم ولهذا البيت أو لهذا الهيكل اللي أنتوا بتفتخروا به واللي هو دلوقتي لسه مبني ولسه مفتتحينه أنا أقول لكم هيجي وقت ويخرب خلينا نشوف النص ده في نفس الأصحاح ملوك الأولى أصحاح تسعة إن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي ولا تحفظون وصاياي فرائضي التي جعلتها أمامكم بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها والبيت الذي قدسته لاسمي أن فيه من أمامي ويكون اسرائيل مثلا وهزاه في جميع الشعوب وهذا البيت يكون عبره كل من يمر عليه يتعجب ويصفر ويقولون لماذا عمل الرب هكذا لهذه الارض ولهذا البيت فيقولون من اجل انهم تركوا الرب الههم الذي اخرج اباءهم من ارض مصر وتمسكوا بالهه اخرى وسجدوا لها وعبدوها. لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر. يعني الله عارف التاريخ وعارف اللي بيحصل وكل اللي بيعمله انه بيحذر الناس. يا جماعه لو مشيتوا كويس هتاكلوا حاجات حلوه من الارض وهتعيشوا حياه رائعه وهتكونوا مبسوطين جدا. لو مشيتوا في طريق الشر هتحصدوا شر. ده مبدأ أساسي، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. إن دلوقتي فرحانين بالهيكل وبني الهيكل في عصر الملك سليمان بصورة هندسية رائعة، واللي يقرأ التفاصيل يعرف إن كان الذهب بيغطي كل الأعمدة وجدران الهيكل، يعني حاجة فخمة جدا 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 من عجائب الدنيا. لكن وانتم بتحتفلوا بهذا الافتتاح أنا بحذركم يا ريت كان اليهود سمعوا لكن بكل أسف اليهود مشوا بعيدا عن ربنا ووقع عليهم هذا العقاب يعني أنا بشوف الكلمات رهيبة جدا بقول كده فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها مش معقول والبيت الذي قدسته لاسمي ان فيه من امامي ويكون اسرائيل مثلا وهزأة في جميع الشعوب يا جماعه وانا دلوقتي بتكلم عن القدس لكن في نفس الوقت بتكلم لنفسي ولكل المشاهدين ما فيش هزار مع ربنا يا تمشي عدل يا تمشي مستقيم يا تمشي صح تحصل نتائج ايجابيه جدا هتمشي غلط هتحصل نتائج سلبيه جدا انت اللي زرعتها وانت اللي بتحصدها يعني مفيش هزار والكلام اللي هو قاله حدث وهنيجي ليه بعد شويه حدث بالتفصيل بس ارجوكم ما تنسوش ملوك الاول اصحاح تسعه من عدد سته لعدد تسعه انذار لبني اسرائيل بالخراب اللي هيحدث ليهم كشعب واللي هيحدث لهذا المبنى العظيم هيكل سليمان. اللي حصل بعد سنوات ان جه عقاب من ربنا على اساس ان هم كسروا شريعه الارض اللي هو قال لهم عليها في الشرايع اليهوديه عندهم 613 في تشريع من بينهم ان هم يستخدموا الارض ست سنين والسنه السابعه ما يعملوش فيها حاجه خالص، ما يزرعوهاش. ليه؟ حتى الأرض ترتاح وتبقى أفضل وأقوى. طب وبعدين؟ وبعد كده يشتغلوا فيها تاني يزرعوها تاني. قعد بني إسرائيل حسب التاريخ بقى نرجع للتاريخ كله 490 سنة يكسروا هذا التشريع. يلا بقى ما كل سنة بنزرع ما بيحصلش حاجة. بعد 490 سنة جه اشور وسبى الجزء الاولاني من بني اسرائيل اللي هو الشمالي في عصر الاشوري لكن بعد شويه جه السبي البابلي واخذ بني يهوذا وبني بنيامين من اورشليم ومن القدس ومن الجزء الجنوبي لفلسطين يعني المنطقتين تعرف بعد الملك سليمان اتقسمت بقت بلد شماليه اسمها اسرائيل والبلد الجنوبيه اسمها يهوذا وعاصمتها اورشليم الاتنين اتسبوا طبعا بني اسرائيل راحوا خالص لكن هنعرف القصه اللي حصل مع السبي البابلي لكن عايز اذكركم ان ده كان نتيجه يعني الناس بتقول ان ده ربنا بيجيب لنا الشر لا هو ربنا بيحذرنا اللي ما يفهمش تحذير ربنا وما ينتبهش ليه بيحصد نتائج أخطاءه شوف إيه اللي حصل في أيام السبي في سفر الملوك الثاني وأصحاح 24 نتكلم عن السبي البابلي الأول وبعدين بعد كده نشوف السبي البابلي الثاني في أصحاح 25 خلينا نشوف الأول 24 17 وملك ملك بابل متنية عمه عوضا عنه وغير اسمه إلى صدقية مهم جدا ان احنا نعرف السبي الاولاني الملك نبوخذ نصر اللي هو كان ملك بابل كان عمل امبراطوريه كبيره جدا وهو اللي ابتدى يستولي على كل المنطقه سوريا والشام كله اللي هو الاردن ولبنان كل المنطقه دي اسمها الشام في الوقت ده استولى عليها وجي يحذر بني اسرائيل، طبعا بعضهم ما كانش قادر يسمع وفي نبوات كتيره قالها النبي ارميه وغيرهم من الانبياء لكن ما برضه مش سامعين مش قادرين يصدقوا. لا 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 احنا شعب الله المختار، احنا شعب احسن شعب على وجه الارض زي ما اخواتنا المسلمين دلوقتي بيعملوا، احنا خير امه اخرجت الناس، نفس الطريقه ونفس الاسلوب. وهم مش عارفين كده الامور هتزداد سوءا مع المستقبل. جه الملك بابل اللي هو نبوخذ نصر اقوى ملوك الارض في هذا الزمان واخذ مجموعه كبيره من بني يهوذا وسباهم الى بابل. خلينا نسمع للسبي الثاني في اصحاح 25 ومن عدد واحد لعدد 12. وفي السنه التاسعه لملكه في الشهر العاشر في عاشر الشهر. جاء نبوخذ نصر ملك بابل هو وكل جيشه على اورشليم ونزل عليها وبنوا عليها ابراجا حولها ودخلت المدينه تحت الحصار الى السنه الحاديه عشره للملك صدقيه في تاسع الشهر اشتد الجوع في المدينه ولم يكن خبز لشعب الارض فثغرت المدينه وهرب جميع رجال القتال ليلا من طريق الباب بين السورين اللذين نحو جنه الملك وكان الكلدانيون حول المدينه مستديرين فذهبوا في طريق البريه فتبعت جيوش الكلدانيين الملك فادركوه في بريه اريح وتفرقت جميع جيوشه عنه فاخذوا الملك واصعدوه الى ملك بابل الى ربله وكلموه بالقضاء عليه وقتلوا بني صدقيه امام عينيه وقلعوا عيني صدقيه وقيدوه بسلسلتين من نحاس وجاؤوا به الى بابل وفي الشهر الخامس في سابع الشهر وهي السنه التاسعه عشره للملك نبوخذ نصر ملك بابل جاء نابو زردان رئيس الشرط عبد ملك بابل الى اورشليم واحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت اورشليم وكل بيوت العظماء احرقها بالنار وجميع اسوار اورشليم مستديرا هدمها كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربون الذين هربوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم نابو زردان رئيس الشرط ولكن رئيس الشرط أبقى من مساكين الأرض كرامين وفلاحين يعني النص بيكمل بعد كده وأخذوا كل اللي كان موجود في الهيكل وانتوا سمعتوا بالنص ان هو هدم بيت الملك وبيت الرب اللي هو ايه؟ اللي هو هيكل إيه سليمان اللي كان مبني على احدث طراز حاجه مش معقوله كلام ربنا ما بيتحقق بالتفصيل الدقيق هو حذرهم هم ما سمعوش التحذير وبعدوا عنه فاحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت اورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار وجميع أسوار أورشليم مستديرا هدمها كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط يا جماعة أمر مخيف ورهيب مخيف هو الوقوع في يدي الرب عايز تمشي امشي مستقيم مش هتمشي مستقيم تحمل نتائج اللي أنت بتعمله في حياتك. عشان كده ده مش تحذير للشعوب فقط لكن كمان للافراد ومش الافراد فقط لكن لكل الشعوب الموضوع مش خاضع لقدرات وقوات الدول ولا لترامب رئيس امريكا بيقول ايه ولا نتنياهو بيقول ايه ولا لرئيس فلسطين محمود عباس بيقول ايه ولا للبابا فرانسيس اصدر ايه ولا للبابا تودروس طيب مع احترامي ليهم كلهم بيقول ايه لكن المهم الله بيقول ايه ارجوكم نعرف هذه الحقيقه المهمه ده التاريخ مش التاريخ البشري مش التاريخ الملتوي لا ده تاريخ ما حدث بالتفصيل مع شعب بني اسرائيل ومع الشعوب المجاوره بكل دقه وبكل امانه. بس دلوقتي كل بني اسرائيل تشتتوا بما فيهم سبط يهوذا اللي كان موجود في اورشليم مع سبط بنيامين أخذهم نبوخذ نصر. طب بس في نبوات بتتكلم ان من سبط يهوذا هيرجع المسيح، هيجي المسيح هيتولد المسيح. المسيا هيجي من سبط يهوذا. طب سبط يهوذا راح السبي، راح الاسر وتشال من البلد ونبوخ نصر اخذهم كلهم وجاب ناس تانيين حطهم في البلاد دي بيلخبط الشعوب مع بعضيها طب ازاي تتحقق الوعود اللي ربنا قالها يعني مثلا في تكوين 49 عشرة شوفوا الوعد بيقول ايه ان المسيح هيجي من سبط يهوذا يعقوب اللي هو اسرائيل وهو بيبارك اولاده في تكوين 49 عشرة قال ان المسيح هيجي من سبط يهوذا طب سبط يهوذا دلوقتي أصبح في السبي إلا يحصل خلينا نخش المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد السبي خلينا نشوف في سفر عزرا وأصح واحد ومن عدد واحد ماذا تقول كلمة الله؟ وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس عند تمام كلام الرب بفم إرميا. نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الأرض دفعها للرب إله السماء وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا من منكم من كل شعبه ليكن الهه معه ويصعد الى اورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب اله اسرائيل هو الاله الذي في اورشليم وكل من بقي في احد الاماكن حيث هو متغرب فلينجده اهل مكانه بفضه وبذهب وبامتعه وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في اورشليم. فقام رؤوس اباء يهوذا وبنيامين والكهنه واللاويون مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في اورشليم. هي مقطع في منتهى الاهميه وفي منتهى الروعه. ان كلمه الله بتؤكد على حقائق. بعد سبعين سنة وأنا قلت لكم بني إسرائيل كسروا السبت في الأرض ربعمائة وتسعين سنة طيب يعني يعاقبهم كم سنة ما بيظلمش حد سبعين سنة بعد سبعين سنة تحدث حاجة غريبة جدا نبوخذ نصر وأولاده وأحفاده كان أقوى إمبراطورية في العالم لكن فجأة تظهر إمبراطورية في فارس اللي هي إيران ويجي الملك ينتصر على بابل ويحقق اعظم اكتساح لكل المملكه البابليه ويجي المملكه الفارسيه لكورش الملك الاول اللي هو بنفسه يصدر قرار بعوده بني يهوذا كلهم وبني بنيامين الى اورشليم. نقول ايه زي المسلمين الله اكبر. حاجة عظيمة جدا أن الله ساهر على كلمته ليجريها ويحققها بني يهوذا وصبت يهوذا رجعوا من بابل إلى أورشليم مرة تانية بعد سبعين سنة من السبي مش كده وبس لكن يصدر قرار من الملك الكبير ان هو يبني البيت مره تانيه عارف الحكايه وعارف القصه واصدر امر ببناء الهيكل مره تانيه يا جماعه ده ربنا ده سلطانه ده كلامه دي وعوده مفيش كلمه من كلامه تقع على الارض لا كلامه ثابت الى الابد هو وعد ان المسيح ياتي من سبط يهوذا سبط يهوذا اتسابوا في السبي عشان ما سمعوش كلام ربنا 490 سنه اخذوا 70 سنه في السبي وبعدين يجي كورش يرجعهم مره ثاني لارضهم مش كده وبس العجيب في هذا النص اللي احنا قرناه اللي يقول لك كده في عدد خمسه فقام رؤوس اباء يهوذا وبنيامين والكهنه حاجة مش معقولة العدد ده رؤوس أباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم يا جماعة سبط يهوذا رجع مرة تاني هو المسؤول عن بني إسرائيل هو اللي في إيد السلطة هو اللي لسه موجود ورجع من سبي بابل إلى فلسطين وإلى أورشليم القدس مرة تانية في سفر عزر عزر ونحامية هما آخر الأصفار التاريخية لبنى إسرائيل لكن موجودين مع باقي الأصفار التاريخية علشان نعرف كل التاريخ. يبقى إذن الكلام ده المكتوب كتبوا عزر بعد الرجوع من السبت وبيثبت حقائق إن الملك كورش هو اللي أمرهم بالرجوع وعطاهم كل الحاجات اللي أخذها. نبوخذ نصا من الهيكل كل الاواني الذهب والفضه والنحاس رجعها مره ثانيه. وامر ببناء الهيكل مره ثانيه. خلينا نشوف اجزاء ثانيه رائعه في سفر عزرا واصحاح ثلاثه نشوف عدد عشر و لو ممكن. ولما اسس البانون هيكل الرب اقاموا الكهنه بملابسهم بابواق. واللاويين بني أسافة بالصنوك لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته على إسرائيل وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأسيس بيت الرب يعني نص مهم بيكمل الصورة إزاي البيت اتبنى إزاي الهيكل اتبنى إزاي رجع مرة تاني يعني بناه الملك سليمان وهدموا نبوخذ نصر ورجاله رجال الحرب وبعدين رجعوا مرة تاني وبنوه في عصر كورش بمساعدة الفرس او الايرانيين النهارده هم اللي ساعدوهم دلوقتي انا عارف المشاكل بين ايران واسرائيل قد ايه بس التاريخ بيقول ان الملك كورش الفارسي هو اللي ساعدهم على بناء الهيكل مره ثانيه. طب ده ليه علاقه بقرار ترامب دلوقتي؟ لا هنشوف ده في حاجات صعبه جدا بس حقيقيه ورائعه جدا لما لو عايزين يعني نحل المشكله. وانا نفسي مره ثانيه نشوف صور الرؤساء عشان بوجه الحلقه دي ليهم. بقول يا جماعه لو فعلا عندكم رغبه في علاج المشكله كل الرؤساء الكبار دولة المحترمين اللي انت شايفينهم مش هذكرهم مرة تانية لكن عايز اقول انا بوجه هذه الرسالة الكتابية من الكتاب المقدس ليهم وبقول اللي عايز يوجد حل لمشكلة فلسطين وأورشليم والقدس بكل أمانة وتنتهي المشكلة اللي بقى دلوقتي كمان سبعين سنة ملاش حل لا في الأمم المتحدة ولا في كل المؤتمرات الدولية ولا مع كل رؤساء العالم ولا كل مع رؤساء أمريكا يا جماعه الحل موجود في الكتاب المقدس لو احنا عايزين نحل هذه المشكله احنا دلوقتي وصلنا لحد 586 او اكتر لا اكتر من كده 400 وشويه يعني يمكن 400 538 صدر الامر من كرش الملك يعني 500 سنه قبل ميلاد المسيح دلوقتي احنا لسه 2500 سنه انا النهارده هخلص بس الراي الكتابي وبعدين مره تانية هقدم حلقه كامله عن تاريخ بني اسرائيل والفلسطينيين من القرن الاول للقرن الواحد 21 ده موضوع تاني لكن النهارده عايز استكمل ما جاء ايضا في سفر عزرا اصحاح خمسة ونشوف عدد 16 و17 يقول لهم ايه حينئذ جاء شيش بصر هذا ووضع اساس بيت الله الذي في اورشليم ومن ذلك الوقت الى الان يبنى ولم يكمل والان اذا حسن عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هو هناك في بابل هل كان قد صدر امر من كورش الملك ببناء بيت الله هذا في اورشليم وليرسل الملك إلينا مراده في ذلك يعني برضو أنا بقول حاجات مختصرة لكن عايزكم تتشجعوا وتقروا سفر عزرا مرة تانية عشان تعرفوا إن في مقاومة. وهم بيبنوا حصل مقاومة قال لهم أنتوا بتقوموا على الملك كورش وعلى المملكة الفارسية وتعملوا مؤامرة ضدهم فقال لهم لا ده الملك أصدر قرار. فقال لهم طيب عايزين نتأكد إن فعلا هذا القرار صدر بخصوص ان الهيكل يتبني مره ثانيه فده اللي بيحكي فيه ان هم تاكدوا ان صدر امر من كورش ملك فارس ببناء بيت الله او هيكل سليمان مره ثانيه احنا عارفين كلنا ان نحاميه هو اللي رجع الى اورشليم عشان يبني الاسوار كانوا بنوا حاجات كتيره لكن ما بنوش الاسوار وهو كيهودي عايش بره بيسال ايه اخبار البلد وايه اخبار رجوعكم وهو كان زي وزير عند الملك فقالوا له لا ده الدنيا خربانه واسوار اورشليم محروقه والدنيا تعبانه قوي فهو حزن جدا واخد امر من الملك على اساس ان هو يرجع اورشليم ويبني اسوار اورشليم كان في أيام الملك ارتحشستا سنة 465 قبل الميلاد اتبنت أورشليم مرة تانية واتبنى الهيكل مرة تانية وبعدين عملوا أسوار أورشليم يعني الكلام ده قضايا من زمان لكن لسه التاريخ بعد كده سقطت مملكة فارس خلينا بقى نقول لكم تاني مملكة بابل وبعدين مملكة فارس اللي دارس التاريخ يعرف ان جه الاسكندر الاكبر اللي هو ملك اليونان وراح اكتسح المملكه الفارسيه واكتسح الشرق كله الشرق الاوسط والادنى وعمل امبراطوريه كبيره في عصر الاسكندر الاكبر طب وفلسطين وأورشليم استولى الاسكندر الاكبر على أورشليم وكل فلسطين وضمها إلى إمبراطوريته، وبعد هذا صارت أولا تحت حكم البطالسة في مصر، ثم انتقلت إلى حكم السلوقيين في سوريا. إيه اللي حصل؟ كلنا عارفين التاريخ إن الإسكندر الأكبر كان شاب صغير لكن مات عنده 32 سنة، محدش عارف بالضبط ايه السبب مرض ازاي مات ازاي شاب صغير تولى الحكم وهو صغير السن وفي سنوات قليله قاد حروب غريبه الشكل اكتسح فيها كل الممالك واستولى وعمل امبراطوريه عظيمه في كل الشرق بعدين مات اول ما مات انقسمت الامبراطوريه بتاعته لاربعه من قاده الجيوش بتاعته مصر وقعت تحت حكم بطليموس بنسميه عصر البطالسه وفي استولوا او حكموا معاها فلسطين وأورشليم بعدين انهزموا من السلوقيين اللي هم كانوا بيحكموا سوريا واستولى السلوقيين ايضا على فلسطين وأورشليم في ايام الامبراطوريه اليونانيه العظيمه جدا اللي انقسمت اربع اقسام وبعدين بعد كده ايه اللي حصل؟ ظهرت الامبراطوريه الرومانيه في روما أو إيطاليا واكتسحت الإمبراطورية اليونانية وانتهت وبدأت عصر جديد اسمه عصر الإمبراطورية الرومانية كالأول الأول بيسموها جمهورية أو حاجة زي كده وبعد سنوات قلبوها عملوها إمبراطورية وقيصر روما زي ما احنا بنسمع يوليوس قيصر وغسطس قيصر اللي هم الاباطره الاولانيين اللي اسسوا مدينه روما زمان تقريبا حاجه كان يمكن حوالي 200 سنه او 165 سنه استولى هنيجي للعصر الروماني في بس قبلها عايز اقول حاجه مهمه حصلت في اورشليم لما اليونانيين استولوا على فلسطين واستولوا على اورشليم قامت عده ثورات في كتب كتبت عنها في التاريخ ده اسمها ثورات الميكابيين يهوذا المكابي واخواته وابيها ابوه عملوا ثورات ضد الحكم اليوناني لان واحد من قاده اليونانيين راح ودخل الهيكل ودبح خنزير في الهيكل والخنزير عندهم حاجه وحشه جدا نجسه فنجس الهيكل فقام ابو يهوذا المكابي وطعنه قتلوا وعمل ثوره وبعدين اليونانيين عرفوا ان اليهود ما بيتحركوش يوم السبت فراحوا جابوا جيوشهم وحاوطوا الثوار يوم السبت فماتت ياس اللي هو الاب الاكبر لهذه العائله رفض المقاومه يوم السبت وبالتالي بمنتهى البساطه أدوا على الثوار اليهود وقتلوهم كلهم لان اليونانيين فهموا ثقافه هذا الشعب زي ما احنا عملنا كمصريين سنه 1973 لما اخترنا يوم كابور يوم الكفاره لحرب 6 اكتوبر واخترنا هذا اليوم بذكاء من الجيش المصري عشان نقول ان هذا اليوم الاسرائيليين بيعيدوا ما بيتحركوش من مكانهم ومش يعملوا حاجه فاحنا ضربناهم في نفس هذا اليوم اللي هو كان فيه اجازه زي ما اليونانيين ضربوا ثوره المكابيين الاولى في نفس يوم السبت بعدين ظهر يهوذا المكابي وغيره وعملوا ثورات ضد الحكم اليوناني واستولوا على فلسطين وعلى اورشليم في وقت العصر اليوناني اللي بقى فيه ضعف عشان كده يقول لك في عام 165 قبل الميلاد صار المكابيون اليهود على حكم السلوقيين اللي هو اليوناني اللي كان في سوريا واقاموا مملكه يهوديه كانت عاصمتها اورشليم انتهى العصر اليوناني واورشليم بيحكمها المكابين وحاجات كثيره فيها ان ده مات وجي قريبه وجه اخوه وجي مش عارف مين يعني حاجات كثيره في تسلسل عائله المكابيين ما انتهتش الثورات كل شوية الجيوش تحاول تاني تستولي فتقوم ثورة جديدة لحد ما جه العصر الروماني وبدأت الامبراطورية الرومانية سنة 63 قبل الميلاد استولى القائد الروماني بومبي على أورشليم ووقعت المدينة تحت الحكم الروماني عشان أقول لكم بصراحة ان لما وقعت المدينه تحت الحكم الروماني كانوا في عارفين الحاجات اللي حصلت ايام اليونان فحاولوا يسردوهم فسابوا اورشليم وكل هديه تحت حكم اليهود بس باشراف من الحكومه او من الامبراطوريه الرومانيه كان شخص من ضمن الاشخاص المعروفين قوي لينا هو هيرودس الكبير هو لا هو يهودي ولا هو روماني ولا هو, هو من ادوم او من عيسو من قرايب عيسو يعني في خلطه كده المهم او ليه صله باليهود شويه وصله بالرومان شويه فعملوه هو القائد الروماني هيرودس الكبير تولى حكم المسؤوليه سنه 37 قبل الميلاد. في نهايه حكمه اتولد المسيح. لكن قبل ما يتولد المسيح مباشره وقامت مجموعه من الثورات اليهوديه الاخرى وكمان ضد هيرودس الكبير اللي هو تولى الحكم بإذن من روما سنة 37 قبل الميلاد ونتيجة لثورات الكثيرة تولى بيلاطس الحكم الروماني وهو ده الحكم اليهود بما فيها أورشليم وفي عهده صلب المسيح يبقى بيلاطس كان موجود في المنطقة لكن أخذ حكم, حكم اليهودية كمان وأورشليم قبل ما يتولد المسيح مباشرة وعشان كده اليهود اللي فاهمين الشريعة وفاهمين النبوات وفاهمين النبوة اللي في تكوين 49 عشرة اللي قالها يعقوب لابن يهوذا إن ما ينتهيش الحكم من سبط يهوذا إلا لما يجي المسيح الكلام ده سنة 2000 قبل الميلاد أو 1950 قبل الميلاد لكن تحقق بالتفصيل أول لما الرومان قضوا على الحكم اليهودي بما فيه الحكم يهوذا كسبط كان المسيح اتولد النبوه بتقول كده في الوقت اللي ينتهي فيه حكم يهوذا على اورشليم يولد المسيح طبعا قعدوا يدوروا فين المسيح اللي اتولد حسب هذه النبوات ممكن تقروا التاريخ اليهودي بعيد عن الكتاب عشان تعرفوا هذه الحقائق خصوصا لو رجعتوا لما كتبه يوسيفوس المؤرخ اليهودي عن هذه الواقعه ايه الوضع في اورشليم ايام المسيح؟ في حاجات كثيرة بس أنا مش هقدر أقول لكم غير حاجة في غاية الأهمية تتعلق بالأحداث الرهيبة اللي حصلت في اورشليم قبل آه بعد ما المسيح صلب فشوف المسيح قال لهم ايه؟ وأنا عايز المسيحيين يسمعوني قبل المسلمين وعايز رجال الدين الكهنه والقصوص والمعلمين ما يتغاضوش عن هذه النبوه في هذه الايام، نحن لا نحابي احد لا نحابي العرب ولا المسلمين ولا المسيحيين ولا اليهود احنا بنقدم ما هو مكتوب في كلمه الله اللي هي الحق نفسه، ماذا قال المسيح عن اورشليم وتنبا عنها في الانجيل بحسب متى 23 37 آية في غاية الأهمية "يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها" ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا هي يعني ده كلام المسيح شخصيا ودي نبوة قالها المسيح على أورشليم وعلى اليهود وعلى كل بني إسرائيل أنا المخرج مرة تانية معلش يساعدني ونعيدها لأن هي في غاية الأهمية أولا بتوضح لنا إزاي المسيح عارف المستقبل وإزاي هيقول كلام يتحقق بالتفصيل الدقيق، عشان هو مش بيقول أي كلام وخلاص ده بيقول الكلام اللي هيحدث، واللي قاله حدث بالفعل، فنفسي مرة تاني المخرج يساعدنا ونسمع لهذا النص. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيها ولم تريد هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا ده قضاء الله العادل على مدينه اورشليم مدينه السلام التي لم تعرف السلام على الإطلاق يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء والمرسلين إليها والآخر لهم يترك لكم بيتكم خرابا أنا يعني متأسف مش عارف كان المخرج يقدر يساعدني ونطلع آية ثانية في متي واحد وعشرين وعدد ثلاثة واربعين متى واحد وعشرين وعدد ثلاثه واربعين قبل الشاهد ده اللي احنا قريناه شوف المسيح برضه قال لهم ايه عشان المسيحيين يفهموا انا عايز المسيحيين ورجال الدين يفهموا النص ده قبل اي حد تاني ليه انا بسمع النهارده حاجات مختلفه ناس رايحين مع اليهود ويفتكروا ان كلام ترامب ده تحقيقا لكلام في الانجيل، ده كلام مش صح نفهم الحقيقه، في ناس ثانيه لا واخدين مع العرب انا بقدر موقف الكنيسه الارثوذكسيه في مصر او الكنيسه الانجليزية في مصر والتصريحات اللي بيقولوها، بس خلينا نقول الحق. قول المكتوب وملكش دعوه بالنتائج، لكن ما يحيد عن المكتوب، احنا لا نجامل احد ولا نجامل في الوجوه. شوف النص في متى 21 وعدد 43 المسيح بيقول لهم لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أصماره ملكوت الله ينزع منكم ويعطى ينزع من اليهود يعني ينزع من بني اسرائيل يعني المسيح بيقول الكلام ده كقرار نهائي قبل ما يروح للصليب ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامه تعمل اثماره الناس اللي هيأمنوا بيه وعايزين يثمروا في ملكوت الله وعايزين ينادوا بالملكوت في كل المسكونه وعايزين يدعو كل الناس من كل الأجناس من كل القبائل من كل الأمم من كل الشعوب من كل الألسنة يأتوا إلى ملكوت الله المسيح بيقول أنا هاخد هذا الوعد الرائع منكم اللي كان المفروض أنت تقوموا به بي وأمتوش بيه خلال 1500 سنة خلاص انتهى ويعطى للمؤمنين الجداد في ملكوت الله اللي يؤمنوا بالمسيح كالمخلص والفادي مش يعملوا ديانة زي ما هم بيعملوها دلوقتي حاجة تكسف لكن يعملوا شعب الملكوت شعب ملكوت الله ده الوعد اللي أخذه المسيح من بني إسرائيل وأعطاه للمؤمنين الجدد ثم جاء الكلام الصعب في متى 23 معلش آخر مرة نسمعه قبل ما علق عليه التعليق إن متى 23 وعدد 37 و 38 لأن ده كلام خطير جدا تفضل يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليها كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيها ولم تريد هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا جماعه ايه اللي حصل من الكلام ده؟ ايه اللي يقصده المسيح؟ ان بعد أربعين سنه من الكلام اللي قاله هو بيقول الكلام ده قبل ما يروح للصليب بعده ايام واليهود حاولوا يصلبوا المسيح لكن ما عندهمش سلطان ان هم يصدروا قرارات فراحوا للملك او القائد او الحاكم الروماني بيلاطس بيلاطس بالاشتراك مع اليهود حكموا على المسيح بالصلب لكن ده كان خطة إلهية إن هو يستخدم اليهود والرومان في صلب المسيح اللي هو جه عشان يفدي البشرية كلها المسيح جاء وولد ليموت وإحنا الأيام دي بنحتفل بميلاد المسيح وفرحانين ولينا الحق ان احنا نفرح لان ده من اروع الاحداث اللي حصل في تاريخ البشريه لكن المسيح ولد ليموت يموت فدية أو حمل الله الذي يرفع خطايا العالم قبل ما يروح للصليب عدة أيام قال هذه الكلمات وبعد ما اتصلب قبر وبعد ثلاث أيام كاملة 72 ساعة يعني مش أقل من كده محدش يقول لي أقل من كده أو نص يوم أو يوم ونص الكلام ده كله غلط مع احترامي لكن ثلاث أيام كاملين قام لما قام قعد أربعين يوم مع التلاميذ والسبعين رسول والمئة وعشرين شرح لهم كل ما يتعلق به في الأنبياء والكتب عشان يفهمهم وهم كانوا يهود برضو متعصبين مش فاهمين ولما فهموا صعد إلى السماء جلس عن يمين الاب مش معناها الاب جالس كده وهو على يمينه زي ما المسلمين بيحاولوا يقولوا للناس لا الله روح ليس له يمين وليس له يسار لكن احنا بنتكلم عن مكانه المسيح مكان القوه لكن المهم أنه هو يرجع مره تاني ليدين الاحياء والاموات لكن لما اتصلب وقبر وصعد قال الكلام ده قبليها مباشره وبعد أربعين سنه حصلت امور عجيبه سنه 66 ميلاديه روما نتيجه للثورات والمشاكل اللي عملوها اليهود مع الجيش الروماني اللي كان موجود واللي كانوا بيقتلوهم ويدمروهم حصروا اورشليم كلها بقياده القائد الروماني فاسباسيان اللي هو بعد كده اصبح امبراطور روما سنه 69 ساب الحصار ورجع وتولى تيتوس ابنه قيادة المسؤولية الكبيرة دي. تيتوس قال بدل ما احنا كده محاصرينهم احنا هنضرب ونخلص الموضوع. خلص على اليهود. لو احنا نقرا كلام المسيح قال لهم ايه؟ لما يجي اليوم ده اهربوا إلى الجبال. اليوم ده هيبقى يوم صعب جدا عليكم. فاهربوا إلى الجبال. الناس اللي كانوا دايما في كل ما لما يحصل حرب او حاجه الناس تهرب للمدينه الكبيره بس المسيح قال العكس كده قال لهم لما تلاقوا الحصار وتلاقوا المشاكل دي اهربوا الى الجبال المؤمنين سمعوا كلامه وهربوا الى الجبال الناس اللي مش فاهمه دخلوا الى اورشليم وهناك مات الملايين حرقا وقتلا ورجما من الجيوش الرومانية اللي حصروا دمروا المدينة على الآخر طب وليكل الهيكل تيتوس قال لهم حسب رواية يوسيفوس يعني إن ما حد يدمر الهيكل لأن ده تحفة كبيرة قوي لكن بيقول لك قال الجنود هم عاملين يرموا مشاعل ومش عارف ايه وقعت كتله من النار داخل الهيكل وكان في ريح شديده ولعت انا ما دي مش قصه كتابيه لكن ده التاريخ بيقولوا كده المهم في الاخر الهيكل اتحرق بس الهيكل مليان ذهب نتيجه لشده الحراره انصهر الذهب وساح ودخل بين الحجاره رغم ان هي حجاره كبيره لكن الذهب دخل داخلها بعد ما انتهت المعركه وروما انتصرت واتدمر عدد كبير من الناس المسيحيين واليهود وعلى فكره في جزء كبير منهم هرب ونزل إلى غرب الجزيرة العربية وابتدوا يستوطنوا في المناطق اللي سميت بعد كده يثرب والمدينة ومكة والحتت دي ما كانتش موجودة في التاريخ ابتدوا يستوطنوا وابتدوا يأسسوا البلاد دي لكن على الأقل تحقق ما قاله المسيح بالكامل إن يترك لكم بيتكم خرابا اقروا ما حدث سنة سبعين ميلادية والدمار الذي حدث في اورشليم واليهود اللي عايشين تشتتوا في انحاء العالم. انا اتوقف عند سنه سبعين لان ده يعني حادثه لوحدها انتهينا عليها ان بعد صلب المسيح وقيامته وصعوده ب سنه كيتوس دمر اورشليم كلها. مات الملايين هرب البعض من المسيحيين المؤمنين اللي هم طلعوا الجبال واليهود الاخرين وهربوا وراحوا الى الشام والى الجزيره العربيه غرب الجزيره وتشتتوا في انحاء العالم. ماذا حدث من سنه 70 لحد 2017 ده هيكون لقاء ثاني احكي لكم بالتاريخ طبعا التاريخ قابل للكذب والصدق لكن على الاقل انا ما اقدرش اقول غير اللي اعرفه كمصري عربي مسيحي عارف بعض التاريخ الحلقه الجايه مش هكون كتابيه قد ما انا قدمت لكم النهارده ماذا قال الكتاب عن القدس عن اورشليم عن سليم عن مدينه السلام بدءا من ملك صادق الى النبوه اللي قالها المسيح ثم تحققت سنه سبعين على يد تيتوس الروماني لكن هترك معاكم شاهد تاني ربما يكون صعب لكن هيكون ليا كلام فيه مختلف في المستقبل لما نشرح مستقبل الايام القادمه على ضوء كلمه الله يعني لقائين معاكم قريبا اللقاء الاول عن فلسطين في التاريخ من سنه سبعين ميلاديه لحد 2017 او 2018 يعني لكن الحاجه الثانيه ايه ما يقول الكتاب عن نهايه الايام وما سيحدث مش بس في اورشليم ولا في فلسطين ولا في مصر ولا في سوريا ولا في الشرق الاوسط في العالم كله هيحدث ايه في الشهور والسنوات القادمه خلينا نختم لقائي بهذا الشاهد الذي جاء في رؤيا 11 وعدد واحد وعدد اثنين ثم اعطيت قصبه شبه عصا ووقف الملاك قائلا لي قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه واما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها لانها قد اعطيت للامم وسيدوسون المدينه المقدسه اثنين شهرا ايه المقصود بالامم وايه المقصود اللي هيحصل في المدينه وايه معنى اثنين واربعين شهر وماذا يقول سفر الرؤيا عن الاحداث الجاريه والاحداث المستقبليه هذا هيكون موضوع لقاء مهم جدا ورائع وخصوصا ان هو يعطينا تحذيرات بقرب نهايه الايام نحن حقيقة نقترب من نهاية الأيام باقي لحظات إيه اللي نعمله؟ استعدوا استعد لملاقاة إلهك إيه اللي نعمله؟ نرجع عن شرورنا نرجع عن بعدنا نرجع عن تهاوننا ونرجع لله الحي عشان نعيش معاه بحب هو مش عايز مننا حاجه ولا حتى عايزك تروح كنايس ولا حاجات دي، لا عايزك تحب هذا الاله وتقدره، هو بيحبنا بيحبنا جدا والدليل ان هو خلقنا في احسن صوره واحسن تكوين والدليل إنه هو مهتم بينا والارض مليانه بالخير احنا اللي بوظناها واحنا اللي زرعنا الشر والاسم وال زي الماء في الارض حاجه صعبه وهيجي وقت العدل الالهي. مجيء المسيح الأول جاء بالحب الإلهي الحقيقي تعبيرا عن حب الله للإنسان جاء المسيح هو قال كده في يوحنا إنجيل يوحنا صاح عشرة وعدد عشرة قال السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك وأما أنا بيتكلم عن نفسه فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل افضل حياه نعيشها على الارض وفي السماء لكن اللي هيرفض هو حر اللي هيقبل هينجب نفسه اللي يرفض طوق النجاه هيغرق عشان كده مع اقتراب نهايه الايام انا بصلي ان كل مشاهد ايا كانت خلفيتك مسيحي كاثوليكي ارثوذكسي انجيلي ما يهمش الكلام ده كله مسلم سني شيعي اه ايا كان طائفتك مش مهم ايا كان ديانتك مش مهم يهودي يهودي متشدد يميني ولا يساري او ملحدين انت حر بس على الاقل فكر اذا كل كلمه مكتوبه تحققت بالفعل تحققت بالحرف تحققت بالنقطه اذا ما قالوا المسيح ان هو قريبا سياتي وسياتي ليدين الاحياء والاموات ويعطي لكل واحد عما فعله خيرا كان ام شرا تاخد اكلين تاخد بركات تاخد تنتقل لحياه فضله مش هي دي نهايه العالم حتى لو الارض وما فيها احترقت بالقنابل الذريه زي ما احنا سامعين عن كوريا وامريكا والمناوشات لا هيحصل حاجات خطيره جدا وهيحصل ان ربع سكان العالم هيموتوا ده هيحصل قريب لكن المهم ان احنا ننتبه ننتبه لحياتك والمستقبلك وخليك مستعد لو سمعت ان في لصه يجي يسرق البيت بتاعك مش هتنام وخلاص وتترك البابان مفتحه لا ده انت هتنتبه وتخلي بالك عشان ما حدش يحصل معاك كده عشان كده ارجو ان احنا ننتبه هياتي كلص للناس النايمين الناس اللي هم بعيدين لكن كيأتي عشان ينادي اولاده المؤمنين وياخذهم الى المجد الذي وعد به، حاجه رائعه بتطمني على مستقبلي الابدي، هل انت مطمئن على مستقبلك الابدي؟ ارجع واقبل المسيح سيد على حياتك فادي ليك غافر لخطاياك تاخد حياه حقيقيه وتنقذ من مستقبل صعب جدا انت ليك القرار اقبل المسيح تنجو ارفض المسيح تحمل مسؤوليتك شكرا لمتابعتكم والى اللقاء في الاسبوع القادم